بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقدنا تاريخ من تاريخ الهواية ونجم من نجوم الهواية، شخص مرموق مؤسس للهواية عاصرنا أكثر من 40 سنة. أنا بالنسبة لي عاصرت أكثر من 40 سنة. رجل خير جزاه الله خير والله يرحمه ورحمته، ألا وهو سليمان إدراعي أبو أحمد، باسمي وباسم هواة جمهورية العراق نعزي ذوي الشهيد ونعزي هواة دولة الكويت بصورة خاصة وهواة دول الخليج بصورة عامة، ونعزيهم ونقول الله يرحمه برحمته. مو هم اللي فقدوه، احنا اللي فقدناه، وجزاهم الله خير هواة البصرة على هذا الحضور في بر 17 لإحياء عزاء الفقيد الراحل إدراعي أبو أحمد. فرحم الله من قرأ له سورة الفاتحة. بس هم صدقوني.